أعتقد أن هناك عامل مهم آخر، وهو ليس فقط قوات حزب العمال الموجودة هناك، فقط الكثير من الناس فضلوا أن يبقوا هناك. بالنسبة لوجود القوات العراقية في بعض هذه المناطق، بالتأكيد الولايات المتحدة لها نفوذ خاصة لدى قوات الأمن العراقية، ولكن لا أرى الولايات المتحدة تحاول تبني خطط بديلة أو دور للقوات الأمريكية في هذه المنطقة. أمريكا تحاول أن تقلص من دورها، ولم أرى حتى الآن أي نقل أو تخفيض للعناصر العسكرية، ولكن بالتأكيد هذا يمكن أن يكون دورا للولايات المتحدة. نعم، أمريكا في موقف يسمح لها بأن يكون لها نفوذ إيجابي، وربما حكومة بغداد تستطيع أن تغير من تموضع قواتها بحيث يسمح ذلك لعودة بعض اللاجئين. هذا موضوع يهم الكثير من اللاجئين الذين يودون العودة.